بجوج مكونات فقط، وبلا كريمه وبلا حليب، غلاس رائع جدا، مذاق لا يقاوم. عندي 4 الحبات ديال الموز، خذوا اللي يكون نوعيه جيده ماشي خضر، كنقشروا ونقطعوا القطع صغيره. جانبا عندي 130 غرام ديال الشوكولاته السوداء، 55% كاكاو، ذوبتوا على طريقه حمام مائي. ممكن تاخذوا اي ماركه ديال الشوكولاته، غير ضروري تكون نوعيه جيده باش يكون المذاق زوين. كنخلط الموز مع الشوكولاته ونطحنهم مزيان باي طحانه متوفر عندكم، ومن الافضل تستعملوا هذا البغا ميكسور اللي كيطحنوا لنا مزيان، كيولي خليط اللي ناعم بهذا الشكل. مباشره كناخذ المول ديال الماغنوم، راه متوفرين عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات، كيتباعوا بهاد العويدات ديالهم، او ممكن تشريوا العويدات بوحدهم وهادوك لي مول بوحدهم، كلشي متوفر في الاسواق. غادي نفرغ الخليط ديال الشوكولاته والموز، غادي نحاول انني نعمر الطبقه ونقادها، ما تبقاش عندي فقاعات اللي فارغه. كما كتلاحظوا طريقه جد سهله، هاد الكميه كتعطيني 8 ديال المول ديال الماغنوم. غادي ندخلهم المجمد ونخليهم في حدود 4 ساعات ولا 5 ساعات. باش غادي نديرهم في الشوكولاته غادي نحتاجو ليكا كريم، منتوج مغربي متوفر في الاسواق التجاريه. غادي ندمج معاه شوكولاته نفسه اللي درت في الموز. خذوا 55% كاكاو، او ممكن تاخذوا بين قوسين غالا. الا بغينا ناكلوا شي حاجه زوينه ضروري ناخذوا نوعيه اللي تكون جيده باش يكون المذاق زوين. غادي ناخذ ملعقتان كبيرتان من ليكا كريم مع 90 غرام ديال الشوكولاته 55% كاكاو، وندوبهم على طريقه حمام مائي، وكنضيف لهم اللوز محمر، كونكاسي اللي كيكون محمر او كاوكاو، ليكم كامل الاختيار. كنخلطهم مزيان، وغادي ندير المول ديال الماغنوم بعد ما خرجتهم من المجمد. كيجي رائع جدا، كيجي زوين بزاف، مذاق لا يقاوم. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، ممكن ديروا غير شوكولاته بوحدو بلا لوز ولا بلا كاوكاو، نتوما ليكم كامل الاختيار. وبالنسبه لليكا كريم او شوكولاته خاصه بالدهن، كيخلي واحد الطبقه اللي كتجي كريميه ماشي قاصحه بحال اللي كنشريو، ماشي كتكون واحد الطبقه اللي رقيقه ماشي سميكه. هذا هو الدور ديال الشوكولاته خاصه بالدهن. انا استعملت ليكا كريم، خلطته مع الشكلاط، كيجي واحد الطبقه اللي زوينه ماشي قاصحه كريميه، والمذاق ديالو لا يقاوم. مكونات طبيعيه، حضروا لوليداتكم الاسره ديالكم، وبالصحه والراحه.